أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. الطائرات السورية تقصف داعش في الثردة بدير الزور، ومضادات الجيش السوري تستهدف طائرة استطلاع أمريكية في المكان. طالما أن هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بالتستر على من هو إرهابي وتسميته معارضة مسلحة معتدلة. الجعفري للميادين، لا حل في سوريا ما دامت واشنطن تتستر على الإرهابيين وتسميهم معارضة معتدلة. مصادر للميادين تؤكد مسح طائرة تجسس أمريكية للسواحل اللبنانية والسورية على مدى 3 أسابيع. داعش يعلن مسؤوليته عن اعتداء مينيسوتا الذي أدى لجرح 8 أشخاص طعنا. مصادر للميادين تؤكد رفض السعودية التصريح لطائرة وفد صنعاء بالعودة من مسقط بعد رفضه طلبا أمميا لإخلاء المسؤولية. أهلا بكم. أفادت مراسلة الميادين في سوريا عن غارات للطائرات السورية على مواقع الجبهة الشامية في حي كرم الجبل شرق حلب، وأضافت أن الغارة الأولى هي الأولى منذ إعلان الهدنة في سوريا والتي انتهت قبل يومين من دون إعلان تمديدها. كذلك أغارت الطائرات السورية على مواقع لداعش في محيط السردة بدير الزور، حيث أعاد الجيش السوري تموضعه. الإعلام الحربي نشر مشاهد للغارات في جبل السردة ومحيطه، وكذلك على خطوط التنظيم على طريق الميادين دير الزور. الغارات أدت إلى تدمير تحصينات عسكرية لداعش بحسب مراسلة الميادين. إلى هذا أفادت مراسلتنا باستهداف مضادات الجيش السوري الأرضية لطائرة استطلاع أمريكية فوق مطار دير الزور. هذه الغارات تأتي بعد ساعات على استهداف الغارات الأمريكية مواقع الجيش السوري في المنطقة وسقوط شهداء وجرحى. الإعلام الحربي نشر مشاهد لغارات التحالف الأمريكي على مواقع الجيش السوري بالسردة في دير الزور. إلى ذلك دعت الخارجية الروسية واشنطن إلى إجراء تحقيق شامل في الغارات على الجيش السوري، وشرحت أن تحركات طياري التحالف الأمريكي تندرج بين الإهمال الجنائي والتآمر المباشر مع داعش. الخارجية الروسية أرجعت ما حدث إلى رفض الولايات المتحدة التعاون مع موسكو في مواجهة الإرهابيين. المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اتهم الولايات المتحدة بحماية جبهة النصرة في سوريا، وعلى هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث غارات دير الزور أكد تشوركين أن ما جرى لا يمكن اعتباره مصادفة أو خطأ. التصريحات المتناقضة التي صدرت عن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية بشأن غارات دير الزور الأمريكية حدت بروسيا إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. داخل القاعة المغلقة قال مندوب روسيا: لم نعد نعلم من يدير الأمور في الولايات المتحدة، البيت الأبيض أم البنتاغون.
لكن حديث فيتالي تشوركين لم تسمعه سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة التي شنت أعنف هجوم على روسيا واتهمتها بالتقاعس عن تنفيذ بنود اتفاق وقف القتال ونفت أن يكون قتل الجنود السوريين جرى عمدا. نحقق في الحادث، وإذا توصلنا إلى أننا بالفعل قصفنا الجنود السوريين فإن ذلك لم يكن الهدف، ونحن بالطبع نأسف لخسارة الأرواح. ووصفت باور التي تحدثت بتحكم وعصبية طلب عقد الجلسة بأنه مسرحية. فيتالي تشوركين الذي شعر بالإهانة لعدم مراعاة مندوبة الولايات المتحدة للأصول الدبلوماسية غادر الاجتماع بعد دخول باور، وشرح كيف أن ضرب الجيش السوري المحاصر من قبل داعش في دير الزور لم يكن خطأ ولا مصادفة، إنما كان يرمي إلى تعطيل الاتفاق الذي لا تستطيع الولايات المتحدة الإيفاء بتعهداتها نحوه كونها لا تسيطر على المجموعات التي سلحتها ودربتها. تشوركين أشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت قبل عامين بعدم استهداف القوات السورية وتساءل لماذا قررت مساعدتها فجأة. It is quite significant and frankly suspicious that لماذا قررت الولايات المتحدة فجأة مساعدة الجيش السوري الذي يحمي دير الزور وهي التي وقفت متفرجة على زحف داعش 100 ميل إلى تدمر؟ وكشف المندوب الروسي أن الاتفاق الذي رفضت الولايات المتحدة كشف مضمونه ينص على بدء العمل المشترك لهزيمة داعش والنصرة غدا الاثنين، فلماذا لم تنتظر يومين آخرين؟ وأكد أن الاتفاق الإنساني يبقى على حاله، وأول قافلة يفترض أن تدخل حلب من طريق الكاستيلو صباح اليوم. إذن من جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في سوريا إلى نقاش علني أمام الإعلام حدث بين روسيا والولايات المتحدة جراء التوتر الحاصل بنتيجة الغارة في دير الزور. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. وكالة الأنباء السورية الرسمية أكدت أن وحدات من الجيش السوري والقوات المسلحة استعادت نقاطا كان قد تقدم إليها داعش بفعل الغارات الأمريكية في محيط مطار دير الزور العسكري. غارات أمريكية على مواقع للجيش السوري في دير الزور، حدث يغير الكثير من المعطيات ويهدد الهدنة التي نص عليها الاتفاق الروسي الأمريكي بخصوص سوريا. الأمريكيون اعترفوا بالاستهداف واضعين إياه في إطار الخطأ غير المقصود. مسؤول في الإدارة الأمريكية أبلغ أسف بلاده لمقتل جنود سوريين من غير قصد في هجوم للتحالف الذي تقوده. المسؤول أكد مواصلة واشنطن الالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، ولكنها ستستمر في شن عملياتها العسكرية ضد داعش والقاعدة. موسكو كانت أول من أعلن تفاصيل الغارات، وعلى لسان رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي رأت أن الاستهداف جرى بسبب عدم استعداد الجانب الأمريكي لتنسيق أعماله مع روسيا. نحن نفترض أن هذا الحادث الذي أدى إلى سقوط ضحايا أصبح ممكنا بسبب نقص المعرفة عن الوضع وفقا لوصية التحالف، ونظرا لعدم استعداد الجانب الأمريكي لتنسيق أعماله مع روسيا. القوات الجوية الروسية ستستمر في تنفيذ ضربات ضد تنظيم داعش في دير الزور وإظهار الدعم للقوات الحكومية. وفيما يخشى من تداعيات هذا القصف على الهدنة في سوريا، رأت دمشق أن ما حدث اعتداء خطير وسافر ضد جيشها. وزارة الخارجية السورية رأت فيما حدث دليلا على دعم واشنطن وحلفائها لداعش ولغيره من المجموعات الإرهابية، مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان وإلزام الولايات المتحدة عدم تكراره واحترام سيادة سوريا. كلام واشنطن أن القصف على الجيش السوري كان عن طريق الخطأ تنفيه الوقائع التي رافقت الضربات. التفاصيل في العرض التالي. أهلا بكم. القيادة الأمريكية الوسطى ادعت أن طائرات التحالف ربما قصفت بالخطأ موقعا للجيش السوري في محور جبل ثرد المشرف على مطار دير الزور. فهل تدعم المعطيات الميدانية هذه المزاعم؟
أولا، ينتشر الجيش السوري في المنطقة المستهدفة منذ سنوات لحماية عشرات آلاف المدنيين من هجمات داعش، وبالتالي يصعب تصديق أن الأمريكيين اشتبهوا بسيطرة التنظيم على الموقع المستهدف. ثانيا، يتألف سرب الطائرات الذي استهدف المنطقة من طائرتي F-16 وطائرتي A-10 التي نفذت 4 غارات في غضون 50 دقيقة بعدما اجتازت الحدود السورية من العراق. طائرة A-10 تستخدم لتنسيق العمليات الجوية وتوجيه المقاتلات الأخرى المرافقة لها، والأهم أنها تحلق عند ارتفاع منخفض لمدة طويلة، نظرا إلى كونها مصفحة بدرع مطلية بالتيتانيوم تحميها من المضادات الأرضية، وبالتالي فإن قائدها يقصف الأهداف التي يراها بالعين المجردة. أن تنفذ مقاتلة أمريكية مهمة بعد مسافة ليست بالقصيرة وتتزود بالإحداثيات وبطبيعة الهدف وتحلق على علو منخفض، وأن تستخدم مدافعها الرشاشة المخصصة للأفراد ولا تلحظ هوية من تستهدفهم، أمر يصعب تصديقه. ثالثا، تفيد المعطيات بأن التحالف استخدم جهاز تشويش إلكترونيا لتضليل الرادارات ولخداعها، فيما داعش لا يمتلك رادارات في الأصل، وبالتالي إذا كان الأمريكيون في وارد استهداف التنظيم فلما الحاجة إلى تضليل أجهزة لا يمتلكها سوى الجيش السوري. رابعا، اللافت أن الطائرات الأمريكية لم ترصد سيارات الإسعاف التي حاولت نقل المصابين ولا عشرات المسلحين من داعش، وهم يتقدمون للسيطرة على بعض النقاط قبل أن يرسل الجيش السوري تعزيزات برية إضافية بمساندة الطائرات الروسية لاستعادة بعضها، إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها هذه المنطقة حادثة مماثلة، فقد سبق أن اتهمت دمشق التحالف باستهداف موقع للجيش السوري قرب دير الزور في كانون الأول ديسمبر الماضي، لكن واشنطن زعمت يومها أن الطائرات الروسية هي الفاعل. إذن ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية سلاحها الجوي الأحدث في العالم لإيصال رسائل أو رسم خطوط حمراء سياسية أو ميدانية. فما هو المضمون المفترض من الغارة الأمريكية على دير الزور؟ وما هو رد الفعل المتوقع من الفريق الآخر؟ لا شك أن غارة دير الزور حملت رسالة شديدة اللهجة أرادت واشنطن إيصالها إلى من يعنيهم الأمر في موسكو ودمشق. ففي التوقيت جاءت الغارة في ظل عدم تمكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من تحقيق أي مكسب يعتد به في سوريا يمكن تجيره لصالح حزبه في الانتخابات المقبلة. وهنا كان لافتا الموقف المتشدد والمتوتر الذي أعلنه أوباما قبل 3 أيام عقب اجتماعه بفريقه للأمن القومي حول الخيارات المتاحة من الهدنة الجديدة والفشل في تحويل هذه الهدنة لصالح واشنطن حتى الآن. في الجغرافيا والميدان جاءت الغارة بعد أن باتت منطقة دير الزور تمثل تعويضا حيويا للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة من الصراع في سوريا والعراق، بحيث يمتد نفوذها باتجاه الرقة والموصل. الاستنتاجات الأولية تفضي إلى أن إدارة أوباما تريد إيصال رسالة حاسمة إلى موسكو ودمشق، مفادها أن جبهة دير الزور هي ضمن دائرة نفوذها ولا يسمح بانتقالها إلى ميزان القوى المقابل، وهذا خط أحمر. ما يرجح هذه الفرضية هو مسارعة واشنطن إلى تبرير الغارة بالخطأ التقني، وهو أمر يصعب حصوله مع الطبيعة الاستخبارية للهدف ونوعية الطائرات المستخدمة الفائقة الدقة والمخصصة للأهداف القريبة. هنا تبدي واشنطن رغبتها بعدم التصعيد، ولكن في الوقت نفسه تريد التأكيد بأنه لا يمكن تجاهلها وتجاوز مصالحها الأساسية في سوريا. ثمة فرضية ثانية لغارة دير الزور الجوية، وهي أكثر اتساعا، مفادها بأن الرئيس أوباما غير مكبل اليدين ويمكنه اتخاذ قرارات استثنائية غير متوقعة في الأزمة السورية. لعل أوباما أراد وضع روسيا وحلفائها أمام خيار التنازل عن بعض مكاسبهم الاستراتيجية في حلب وغيرها. بالنسبة لروسيا وحلفائها، لا شك أنهم يقفون اليوم أمام خط أحمر جديد رسمته الطائرات الأمريكية بدم جنود الجيش السوري، وباتوا أمام خيارين لا ثالث لهما،
إما الرضوخ للرسالة الأمريكية والاستجابة لسقوفها العالية، وإما العمل تدريجيا على كسر هذا الخط إسوة بما سبقه من خطوط حمر. في حلب سيطر الجيش الحر المدعوم من تركيا على قرى غرب بلدة الراعي الحدودية شمال سوريا في إطار المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات. وقد أظهرت المشاهد استهداف المدفعية التركية المواقع التي كان يتحصن فيها مسلحو تنظيم داعش في القرية، فيما يستكمل الجيش الحر هجومه باتجاه مدينة الباب بدعم من المدفعية والطائرات الحربية التركية. إلى الجبهة الجنوبية لسوريا، حيث يزداد التعاون بين إسرائيل ومجموعات المعارضة السورية في الجولان السوري المحتل وضوحا، ولا سيما بعد اعتراف رئيس الأركان الإسرائيلي جاد أيزنكوت بهذا التعاون. علي فقيه. تتكشف المزيد من المؤشرات عن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والمجموعات المسلحة في الجولان السوري، وآخرها ما نقلته صحيفة هآرتس عن رئيس الأركان الإسرائيلي جادي أيزنكوت بأن إسرائيل تتواصل أحيانا مع ميليشيات محلية في الجولان لا تعتبرها متطرفة لضمان الحفاظ على الهدوء على الحدود. حصر أيزنكوت التواصل مع الجماعات غير المتطرفة بحسب بتعبيره يتعارض مع معلومات معلقين عسكريين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي. يوجد حوار مع النصرة، ومن دون أن نخدع أنفسنا هم لا يحاربوننا. إسرائيل تعاملت في المسألة السورية تعاملا مزدوجا، حيث تصافح المنظمة الأكثر إرهابا في الشرق الأوسط التي هي النصرة، بحيث أن مقاتلي النصرة يدخلون لأخذ المساعدة من إسرائيل، فالمقاتل من النصرة يذهب إلى نقطة الأمم المتحدة من دون سلاح، وهناك ينتظره الضابط الإسرائيلي من الجانب الثاني ويتم أخذه بالإسعاف لتلقي العلاج. عضو الكنيسة عن حزب كولانو الصهيوني المشارك في حكومة نتنياهو أكرم حسون هاجم وزير الأمن واتهم الجيش الإسرائيلي بمساعدة جبهة النصرة في هجومها على قرية الحضر في الجولان. التعاون بين الجيش الإسرائيلي والمجموعات المسلحة ليس جديدا. قبل أكثر من عامين كشف وزير الأمن آنذاك موشي يعلون قائلا: ليس سرا أن الجهات التي تسيطر على الحدود منتفعة من المساعدات التي تتلقاها من إسرائيل، وليس سرا أننا نوفر لهم العلاج الطبي والحليب والغذاء للرضع ومعدات وبطانيات تقي برد الشتاء. لكن كل هذا يأتي في سياق الشرط القائم، وهو أن يمنع التنظيمات الأكثر تطرفا من الوصول إلى الحدود بحسب وزير الأمن آنذاك موشي يعلون. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد في مقابلة مع الميادين على هامش قمة عدم الانحياز أن إسرائيل تستضيف جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك وغيرهما، وتستقبل الجرحى بتمويل قطري. إسرائيل تستضيف جبهة النصرة ولواء شهداء اليرموك وجند الأقصى وكل هالإرهابيين والقاذورات البشرية هي التي يتم تدريبها في الأردن وفي السعودية وفي تركيا وإلى آخره، وفي إسرائيل نفسها، وتقوم إسرائيل بمعالجة مصابي هذه الجماعات في المشافي الإسرائيلية، والقطري هو الذي يدفع الفاتورة بصراحة. المال بيجي من قطر، إسرائيل بتعالج وبتشغل مشافيها، والأغبياء بيموتوا في سبيل هذه الدول براتب شهري قدره 40 دولار للمناسبة، يعني بيعطوا لهالقاذورة البشرية 40 دولار في الشهر مشان يخون بلده ويحارب شعبه ويقتل أبناء ناسه ويهاجم الجيش ويتعامل ويكون خائن يشتغل مع هذه القوى يلي عم تشتغل ضد بلاده. 40 دولار بالشهر بس بيبعثوها، ليس فقط لجبهة النصرة بل لباقي أيضا كله كل هذه الجماعات تعمل بمنطق مباشر من أجهزة الاستخبارات وبيرسلوه للموت ب 40 دولار. الجعفري أكد أيضا للميادين أنه لن يكون هناك حل في سوريا ما دام هناك رغبة أمريكية في التستر على ما هو إرهابي وتسميته معارضة معتدلة. ولن يحل طالما أن هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بالتستر على من هو إرهابي وتسميته معارضة مسلحة معتدلة، ولو كان تركستاني وتركي وسعودي وليبي وتونسي. هل هي عدم رغبة لدى أمريكا أو هي عدم قدرة؟ لا عدم رغبة. والدليل على ذلك أن الوزير كيري عدة مرات قال، والإدارة الأمريكية كبار المسؤولين قالوها، وكبار الجنرالات كلهم قالوا، حتى في مجلس الأمن بيقولوها بلا حياء وبلا خجل، أنه إحنا
لا نستطيع أن نفصل نؤيد مطلب فصل جبهة النصرة عن الجماعات المسلحة المعارضة، لأنه هذا سيقوي موقف الحكومة السورية. تخيل أن التبرير هو أننا لا نستطيع ولكننا لن نفعل. ورأى الجعفري أنه من حسن الحظ أن الأمريكيين ينسقون مع روس لا مع الفرنسيين والبريطانيين الذين يطبقون سياسة الكيد المطلق وتصفية الحسابات. لحسن الحظ أن الأمريكان لم يخبروا الفرنسيين، يعني لحسن الحظ أن الأمريكي عم ينسق مع الروسي، لأنه البريطاني والفرنسي يعني سياساتهم سياسات مبنية على الكيد المطلق والحقد المطلق وتصفية الحسابات بالمطلق. معنا الأمريكي في عنده شيء من البراغماتية كقوة عظمى، في عنده شيء من الأجندة يلي ممكن يحكي فيها مع قوة عظمى أخرى مثل الاتحاد الروسي. الفرنسي والبريطاني قوة استعمارية قديمة عندها عقلية تصفية الحسابات وما بيفهموا بمنطق البراغماتية، ولذلك كل كلامهم مبني على الكيد وعلى الحقد. أفادت مصادر لبنانية للميادين بتحليق طائرة تجسس أمريكية ضخمة قبلة السواحل اللبنانية والسورية اليوم. المصادر أوضحت أن الطائرة الأمريكية هي من طراز B-8A المتطورة وتستخدم عادة لأهداف عملية، وهي قادرة على إلقاء أجهزة سونار في المياه لأغراض استخبارية. كذلك أشارت المصادر إلى أن طائرة التجسس الأمريكية اتبعت مسارا مستقيما حتى وصلت قبلة سواحل لبنان وغيرت مسارها ضمن نصف دائرة بين مدينتي صيدا وجوني قبل التوجه نحو سواحل سوريا، ثم غيرت مسارها ضمن دائرة كاملة على الخط الموازي ما بين حماة وجبل واللاذقية، وقامت بمسح استخباري هو الثالث خلال 3 أسابيع. قطع مسلحو تنظيم داعش الطرق المؤدية إلى مدينة الشرقات شمال محافظة صلاح الدين العراقية ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج إلى المدينة. وقد نصب التنظيم حواجز بين قرية بعاجة وشمال الشرقات وأخرى في حي الخصم جنوبها. يأتي هذا بعد تعزيزات للجيش العراقي تحضيرا لتحرير المدينة. إلى الفلوجة، حيث عادت 100 العائلات العراقية بعد 3 أشهر من تحريرها من تنظيم داعش. وبحسب محافظ الفلوجة فإن عشرات العائلات عادت إلى المدينة والضواحي المحيطة بها بعد إعلانها مناطق آمنة. اليوم كل القوات الأمنية والحكومة المحلية بأجهزتها كافة مستنفرة لاستقبال هذه العوائل. هذه العوائل الحقيقة يتم تقديم بعض الخدمات الأولية لها في مراكز الاستقبال والإيواء، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى بيوتهم ومناطقهم في قضاء الفلوجة. ونعود إلى مسألة التجسس الأمريكي أو طائرة الاستطلاع الأمريكية التي حلقت فوق سواحل بيروت وسوريا. وينضم إلينا الآن من بيروت الخبير العسكري العميد محمد عباس. أهلا بك سيد العميد. حياتي لك ولا ضيفك ولا مشاهد. أهلا سيد العميد. كيف نفهم هذا التطور؟ هل هو أمر جديد ربما؟ يعني إلى أي مدى فعلا لبنان وسوريا مكشوفين أمام الأمريكيين استخباريا؟ هذا أمر محسوم. يعني موضوع الانكشاف خاصة على مستوى المتطورة، يعني كطائرات الاستطلاع المتطورة من نوع الطائرة التي ظهرت من السواحل اللبنانية السورية أو من قبل الأقمار الصناعية طائرات التجسس والطيار، هي موضع المتحدة، وهذا الأمر معروف ومؤكد. أما هذه الطائرات تحديدا، هذه الطائرات المتطورة المتعددة المهام التي من نوع للأسف الصوت متقطع وفقدنا الاتصال في الواقع. شكرا لك سيد العميد محمد عباس البحث العسكري، ربما نتحدث عن هذا الموضوع في نشاط أخرى لأنه مهم وملفت. أما في إيران فقد كشف المرشد السيد علي خامنئي أن أمريكا مصرة على التباحث بشأن قضايا المنطقة ولا سيما سوريا والعراق ولبنان واليمن، لكن هدفها هو الحيلولة دون وجود إيران في المنطقة كعنصر رئيسي. وقال في كلمة له خلال استقباله قادة الحرس الثوري الإيراني أن عدم الثقة المطلقة بأمريكا ناتج عن التجربة، داعيا دول المنطقة إلى اليقظة مما وصفه بالنظام السلطوي. نذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده لنتابع هذه النشرة، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. في سابقة هي الأولى من نوعها، ألغت الأمم المتحدة إعادة وفد صنعاء إلى مشاورات الكويت من مسقط حيث هو عالق منذ فترة. هذا الموقف الأممي جاء ربطا بقرار سعودي بعدم التصريح للطائرة الأممية بدخول الأجواء اليمنية. مواقف تثير تساؤلات بشأن قانونية وشرعية مثل هذه الإجراءات والقرارات. حسن عبد الله. إقليمية. ليست هي المرة الأولى التي تتلاعب فيها الرياض بمسار ومصير المفاوضات المخصصة للبحث عن حل سياسي للحرب على اليمن. فيما سبق من جهود في هذا الإطار، منعت السعودية سفر وفد صنعاء إلى جنيف حيث جرت الجولة الأولى من المفاوضات. مرة جديدة وبعد 40 يوما على تعليق مفاوضات الكويت الأخيرة، يمنع وفد صنعاء من العودة إلى بلاده. رفض الرياض إعطاء ترخيص لطائرة أممية تنقل وفد صنعاء المفاوض من عمان إلى العاصمة اليمنية بكل ما يعنيه هذا الرفض من مخاطر على حياة وأمن الوفد، وإلغاء الأمم المتحدة نقل الوفد اليمني رضوخا للقرار السعودي، يقتربان من الفضيحة غير المسبوقة في تاريخ المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. السعودية من جهة أرادت وضع الوفد اليمني في مهب الاحتمالات، بينما تخلت الأمم المتحدة عن دورها كضامنة لسلامة الوفود التي ترعى مشاركتها في المفاوضات، وهي في واقع الأمر حاولت بطريقة مستغربة إذلال وفد صنعاء ودفعه إلى التوقيع على استمارة تحتمل حصول كل المخاطر المتخيلة خلال السفر على متن الطائرة الأممية من دون أن تتحمل أي مسؤولية سياسية أو معنوية أو مادية أو حتى أخلاقية. بمعنى آخر، أرادت تجريد الوفد من أي ضمانة بعدم مهاجمته أو خطفه أو تعرضه لحادث ما في منطقة تعتبر مسرحا للعمليات الحربية للتحالف السعودي. من الطبيعي أن يرفض وفد صنعاء الإملاءات الأممية التي تبدو ذات خلفية سعودية، وهي لا تبتعد عن كونها ضربا من الابتزاز والإذلال بحسب تعبير قياديين في وفد صنعاء، ولا تفسير لهما سوى أن تناغما سعوديا أمميا يتبلور للتعويض عن الفشل في الحصول على تنازلات من صنعاء طيلة أيام التفاوض في الكويت. ومن العاصمة المصرية معنا أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة دكتور أيمن سلامي. أهلا بك دكتور سلامي. هل يسمح القانون الدولي بذلك، احتجاز وفد يشارك في مفاوضات في بلد ومنع طائرته من العودة إلى بلده؟ يعني إذا كانت الأنباء صحيحة ومؤكدة بأن هناك وثيقة ما صدرت عن منظمة الأمم المتحدة تلزم وفد جماعة الحوثي وصالح من تحلل منظمة الأمم المتحدة من ضمان سلامتهم وحمايتهم ومن عدم انطباق المواثيق الدولية ذات الصلة وتحديدا اتفاقيات أوسلو لسلامة وأمن الطيران المدني وخلافه، إذا صحت هذه الأنباء فهذا لا يعني إلا أن منظمة الأمم المتحدة ذاتها تتحلل من كونها كانت ولا تزال من المفترض نظرا وواقعا أيضا أنها المنظمة الراعية، الراعية نشدد على ذلك، أي التي تؤمن كل أطراف النزاع بدون استثناء. ومن وجهة نظري حتى غير القانونية كان لزاما على الأمم المتحدة قبل إصدار هذه الوثيقة المزعومة التي أنا شخصيا لا أتأكد من يعني من خلفيتها، كانت تتصل منظمة الأمم المتحدة بالمنظمات والقوات المتعددة الجنسيات في المنطقة سواء في بحر العرب، الخليج العربي، البحوث الهندي، مضيق باب المندب، وعلى رأس هذه الأسطول الخامس الأمريكي واللي مقر قيادته موجودة في العاصمة البحرينية المنامة وتؤمن فعلا خروج أي وفود ودون أي تسمية ودون أي تمييز. طب إلى أي مدى يعني هذا يبرز دكتور سلامي ضعف الأمم المتحدة أمام سلطة الدول التي تتحكم بهذه النزاعات؟ وهذا غير يعني مسألة غير محمودة وغير موقعة وغير مرتقبة، ومن المفترض أن أي منظمة دولية
سواء كانت عالمية أو أمم متحدة أو إقليمية مثل جامعة الدول العربية أن تكون لها السلطة والسطوة وأن تتلقى من الدول كفة دون تمييز كبيرها وصغيرها الإذعان والامتثال لسلطة وهيبة وكرامة المنظمات الدولية. ولكن دعيني أؤكد هذا إذا تأكد صحة ذلك، لأن حتى اللحظة التي نتحدث فيها مع قناتكم الموقرة لم يصدر أي تأكيد رسمي من الأمم المتحدة بمثل هذه الوثيقة. طب دكتور سلامة، يعني بغض النظر عن مسألة الوثيقة من عدمها، ولكن فكرة احتجاز وفد يشارك في المفاوضات من قبل دولة طرف في الصراع، هل هذا أمر مسموح ومقبول دوليا يعني حقوقيا؟ لا على العكس، وحتى طبعا حقوقيا وقانونيا المسألة، القانون هو منطق وهذا يخالف ويناقض منطق الأشياء والأمور وطبائعها، ولكن من المؤكد أن ستكون إذا حدث ذلك فعلا ستكون له آثار حتى سياسية سلبية على سير المفاوضات، لأن لابد أن يكون هناك اتفاق سلام وتكون هناك أجندة خريطة فاعلة وتضمن كافة الأطراف في اليمن، لابد من ذلك، ومن يزعم بغير ذلك هو يضع رأسه في الرمال. شكرا دكتور أيمن سليمي أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، كنت معنا من العاصمة المصرية. ميدانيا في اليمن، شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مدينة الثورة الرياضية شمالي العاصمة، كما استهدفت منطقة المدفون بمديرية نهم شمالي شرقي صنعاء. المقاتلات السعودية ألقت قنابل عنقودية على مديريتي شدا والظاهر في محافظة صعدة شمال اليمن. إلى ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل وجرح العشرات من عناصر قوات هادي بقصف صاروخي للجيش واللجان على تجمعاتهم في مديرية ذباب الساحلية غرب التعز. إنسانيا، يعاني سكان قرية المتينة في محافظة الحديدة غرب اليمن من فقر شديد أشبه بالمجاعة بعد توقف معظم سكانها عن العمل نتيجة قصف قواربهم من التحالف السعودي. أحمد زبيبة. منهم من ينام في العراء ومنهم من يفترش التراب، ومن أسعفه الزمن كان له بيت من القش. إنهم سكان قرية المتينة الساحلية بمحافظة الحديدة غرب اليمن، القرية الأكثر تعرضا للمجاعة التي تبعد 80 كيلو مترا من مدينة الحديدة. فقر شديد أصاب أهلها، فجميعهم يعملون في صيد الأسماك، لكنهم توقفوا عن اعتلاء البحر بحثا عن قوت يومهم بسبب قصف طائرات التحالف السعودي لقواربهم. الآن المنطقة تعاني من مأساة حادة، تمام، بسبب القصف الذي هو ما زال متواصل اليوم حتى في ليلة أمس، وما زالت الطائرة تحوم على الصيادين فوق منازلهم وفوق أقوام، مما أبطل وأهبط عمل الصيادين الذين يعمل وهو مصدر للقوم الوعيد البحر. يحدثنا أهل البلدة أن الذهاب إلى البحر للعمل أشبه بالمستحيل أو هو انتحار، ومن خلالنا يوجهون دعوات استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والدولية لإنقاذ قريتهم. الظروف حقنا ولا بحاجة، وتبانين ولا لما تكون في البحر حقنا نشتغل ولا شيء، وطيار يقصف ألينا والتبان ألينا، ولا مطلوب له المستشفى ولا نسلم أهل المساعدة. قليل من الخبز وكوب من الشاي هي وجبة سكان القرية الذين يبلغ تعدادهم 14,000 شخص، أما الماء فهم يؤمنونه من الآبار، وفي أيام الحر يستظلون بالأشجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. تقطعت بهم السبل في العيش، فبدأت تظهر علامات سوء التغذية في الأطفال، وأيضا انتشار الأوبئة والأمراض لتدني مستوى التغذية داخل المنطقة، وأيضا تدني مستوى الرعاية الصحية، حيث لا يوجد أي رعاية صحية سوى التحصين فقط. قرية معدومة فلا كهرباء ولا خدمات صحية جعلت سكان القرية مهددين بالأمراض والأوبئة على أنواعها. أحمد محمد زبيبة، الميادين.
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم بسكين في مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى إصابة 8 أشخاص ومقتل المهاجم. وأفادت وكالة أعماق أن المنفذ ينتمي لداعش ونفذ العملية استجابة للنداء باستهداف رعايا دول التحالف الصليبي وفق أعماق. وفي مانهاتن في نيويورك أعلن عمدة المدينة أن لا صلة للتفجير الذي وقع فيها بالإرهاب. الانفجار وقع في حي تشيلسي وأوقع 29 جريحا. انفجار هز حي تشيلسي في مدينة مانهاتن وسط نيويورك. قناة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر أمنية أنه عثر على إناء ضغط للطهو موصول بهاتف خلوي قرب موقع الانفجار. وكانت الشرطة قد قالت أن التحقيق يشير إلى أن عبوة ناسفة كانت موضوعة في صندوق للقمامة، فيما أكد عمدة المدينة أن الانفجار كان متعمدا وأن الأجهزة الأمنية بدأت التحقق من كاميرات مراقبة في المنطقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي أدلة على أن الانفجار له صلة بالإرهاب. على نطاق واسع ليس هناك أي تهديد محدد وموثوق به ضد مدينة نيويورك من أي منظمة إرهابية، لذا نحن بصدد التحقيق فيما حدث، ومن السابق لأوانه تحديد سبب الحادث. وبحسب التحقيقات قال المتحدث باسم المدعي العام إن الانفجار لم يوقع عددا كبيرا من الجرحى. هناك 29 إصابة، نقل 24 مصابا منها إلى المستشفيات، حيث إن الإصابات تتفاوت بدرجات مختلفة، ونشكر الله على أنه لا أحد حالته حرجة أو بحالة خطرة. شهود عيان أفادوا بأن دوي الانفجار سمع من مسافة بعيدة تصل إلى نيوجيرسي عبر نهر هاتسون مقابل منطقة تشيلسي. أمي كانت تعمل، من ثم سمعنا صوتا ضخما، هرعت ووالدي إلى النافذة لنرى ما حصل، لقد ظننا أنها عاصفة رعدية كبيرة. ولم تكد تمضي ساعات على وقوع الانفجار حتى أصيب 8 أشخاص في هجوم بالسكين على مركز للتسوق في مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى مقتل المهاجم. إلى فلسطين المحتلة، حيث أصيب شاب فلسطيني بجروح بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بذريعة تنفيذه عملية طعن في الضفة الغربية المحتلة. وسائل أعلام إسرائيلية أفادت بإصابة ضابط احتياط في هذه العملية. ونبقى أيضا في فلسطين، حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 20 ناشطا ومسؤولا من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وأعلنت شرطة الاحتلال أن سبب الحملة الاشتباه بمخالفات مالية وتبويض أموال لتمويل نشاطات الحزب. وقد داهمت العديد من مكاتب الحزب وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر. من جهته وصف الحزب حملة الاعتقالات بالتصعيد الإسرائيلي الجديد لتجريم العمل السياسي الوطني. وفي غزة تتواصل فعاليات التضامن المختلفة المنددة بسياسات الاحتلال ضد الأسرى، وتطالب العالم بالوقوف أمام مسؤولياته للجم الاحتلال. أحمد غانم. لأسبوع كامل ستظل خيمة الاعتصام هذه مشرعة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال ولدق ناقوس الخطر بعد إعلان تدهور صحة بعض الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين. الخيمة عنوان لأسرى يضربون عن الطعام من أجل عزتنا وكرامتنا وحريتنا، وندعو جميع إخواننا من جميع الطبقات أو الفئات للحضور إلى هذه الخيمة لنؤكد لأسرانا بأننا من خلفهم وأننا سندعمهم وسنسندهم إلى أن يتحرروا من السجون إن شاء الله. شروط الاعتقال والاحتجاج. الفصائل الفلسطينية دعت الشارع إلى المزيد من الالتفاف حول قضية الأسرى. مطلوب أن تتضافر جهود السلطة والقوى والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من أجل أوسع حراك شعبي قادر على إيصال رسالة الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، إلى العالم وللمجتمع الدولي. المعتصمون جددوا رفضهم للاعتقال الإداري وعدوه إمعانا في قتل الأسرى. دعم الأسرى وتوسيع حراك التضامن الشعبي معهم رسائل ترافقت مع دعوات أخرى للعالم للوقوف أمام مسؤولياته الإنسانية. بأربع لغات فضلا عن العربية وجه هؤلاء المتضامنون من أمام مقر المندوب السامي في غزة رسائل تندد بصمت العالم عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى. المطلوب من العالم أن يتدخل كل المنظمات الدولية من أجل إحقاق الحق ومن أجل الضرب على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك صراحة ليلا نهارا القانون الدولي الإنساني. وإلى أن يستجيب العالم لمطالبهم، فإن المخاوف تتزايد من تدهور صحة الأسرى المضربين عن الطعام أكثر فأكثر. أحمد غنم، غزة، الميادين.
في فنزويلا اختتمت أعمال قمة دول عدم الانحياز. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال إن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية أمريكية تسعى إلى إطاحته. مادورو تحدث عن هجوم يستهدف دول أمريكا اللاتينية والكاريب بكاملها ويسعى إلى إعادة فرض الهيمنة والاستعمار على السياسات والاقتصاد والثقافة والحياة في هذه البلاد. إلى روسيا، حيث أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية، وبعد ظهور النتائج سيكون الروس أمام مجلس دوما جديد ينتخب نصف أعضائه بالنظام الأكثري. وقد خاض حزب روسيا الموحد الحاكم الانتخابات بقوة وسط ترجيحات بفوزه في ظل دعم شعبي كبير وتفكك المعارضة. بسانت الراف. في بلد يتفاوت فيه التوقيت بين مناطقه على نحو كبير، دعي أكثر من 100 مليون للتصويت في الانتخابات البرلمانية في روسيا لاختيار من يمثلهم في مجلس الدوما، ولا يتوقع من هذا الاستحقاق أن يغير الخريطة السياسية في البلاد، بل يرجح فوز حزب السلطة روسيا الموحدة في الانتخابات واحتفاظ أحزاب المعارضة البرلمانية بمقاعدها في مجلس الدوما مع تفاوت بسيط ربما في عدد هذه المقاعد. الجديد في هذه الانتخابات مشاركة سكان جمهورية القرم التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء عام 2014 للمرة الأولى، ما أثار غضب أوكرانيا والغرب. في العاصمة موسكو وحدها فتح نحو 4000 مركزا انتخابيا أبوابه بحضور مراقبين حزبيين ومستقلين وأجانب للوقوف على حسن سير التصويت ومراقبته. أعتقد أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وأتمنى أن تنتهي بسلاسة أيضا ومن دون أي معوقات وإشكالات. منحت صوتي للسلم والاستقرار والأمن في أسرتي وبلدي والعالم، يهمني أن يحظى التعليم باهتمام أكبر في البرلمان المقبل. انتخابات الدوما التي تشهدها روسيا هي السابعة من نوعها في روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما جرى تنظيم أول انتخابات لمجلس الدوما في روسيا المعاصرة عام 93. ويخوض هذه الانتخابات 14 حزبا مع قوائم مرشحيهم، حيث ينتخب 225 عضوا جديدا من أعضاء مجلس الدوما على أساس نسبي، فيما ينتخب 225 عضوا آخر عن الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد. وينبثق عن هذه الانتخابات مجلس اتحادي روسي جديد يسمى أيضا مجلس الشيوخ، ويتألف من ممثلي البرلمانات المحلية والأجهزة التنفيذية، حيث يفوض حكام الأقاليم والبرلمانات المحلية بعد الانتخابات أعضاء هذا المجلس. أبرز الأحزاب المتنافسة في الانتخابات الروسية مع ملك خالد. أهلا بكم. هذه الانتخابات هي السابعة منذ تأسيس جمهورية روسيا الاتحادية، لكنها الأولى التي يشارك فيها سكان شبه جزيرة القرم بعد ضمها إلى روسيا. يتنافس في هذه الانتخابات 14 حزبا، منها 4 ممثلة أصلا في البرلمان الروسي. أبرز هذه الأحزاب حزب روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم ذو الغالبية البرلمانية ب 238 مقعدا في الدوما. هذا الحزب الذي يرأسه الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف ومن مؤسسيه الرئيس فلاديمير بوتين يحمل توجهات وسطية ويخوض الانتخابات بشعار نجاح كل فرد نجاح لروسيا. ثاني أكبر الأحزاب في الدوما هو الحزب الشيوعي الروسي. هذا الحزب الذي تأسس بعد تفكك الاتحاد السوفيتي لديه 92 مقعدا نيابيا، يعد معارضا من داخل الدوما، وهو يأمل بالفوز بالمزيد من المقاعد في هذه الانتخابات مدعوما بأكثر من 1.5 مليون من أصوات المنتسبين إليه في جميع أنحاء البلاد. حزب روسيا العادلة هو الحزب الثالث في البرلمان، لديه 64 مقعدا انتخابيا، حزب يتبنى الكفاح من أجل إحلال العدالة والتضامن والحرية، وهو يطمح لتطبيق مبادئ الاشتراكية الجديدة والعدالة الاجتماعية. وأخيرا الحزب الديمقراطي الليبرالي، حزب تأسس عام 89، لديه 56 مقعدا في البرلمان، وهو يتمسك بمبادئ التأميم والقومية وبنظريات الاقتصاد المختلط. يبقى أن حزبي برناس والتفاحة هما حزبان ليبراليان معارضان تتهمهما السلطات بموالاة الغرب والخارج، يعدان من أبرز الأحزاب المعارضة الطامحة لدخول البرلمان، ولكنهما لم ينجحا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات من قبل.
والمزيد حول هذه الانتخابات معنا من موسكو مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي. سلام، كيف سارت هذه العملية الانتخابية وماذا بالنسبة للنتائج المتوقعة؟ لانا في الواقع يعني على سبيل المثال في موسكو المراكز الانتخابية ستغلق أبوابها بعد نصف ساعة تقريبا من الآن، لكن آخر المراكز الانتخابية في روسيا هي في أقصى غرب روسيا في مقاطعة كالينغراد ستغلق أبوابها بعد ساعة ونصف من الآن، أي أننا ننتظر البدء في الإعلان عن النتائج الأولية سواء كان الرسمية أو غير الرسمية بعد ساعة ونصف إلى الآن. لكن يمكن أن نتحدث الآن عن بعض النتائج الأولية المتعلقة بالإقبال وبالقضايا الأخرى التي أحاطت بهذه الانتخابات سواء كان يتعلق بالخروقات أو ملاحظات المراقبين ونسبة الاقتراع بالطبع. وفق المعلومات المتاحة لنا وهي تعود إلى حوالي ساعة ونصف من الآن، فإن نسبة الإقبال عموما في روسيا اقتربت من 40%. طبعا هذه النسبة هي أقل من النسبة التي سجلت في الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات بحوالي 5%. آنذاك يعني بعد أغلقت كافة المراكز الانتخابية وصلت النسبة إلى حوالي 60%. الآن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ربما 50 وحتى ربما أقل بقليل من 50. لكن هناك تفاوت حقيقة في نسبة الإقبال على المراكز الانتخابية في الأقاليم الروسية، وهنا لابد من الإشارة إلى مؤشر مهم جدا وهو أن أعلى النسب بالنسبة للإقبال على هذه الانتخابات سجل في سيبيريا وفي أقصى شرق روسيا، وكذلك وهذا مهم جدا في جمهوريات شمال القوقاز الإسلامية. هناك إقبال فعلا كبير جدا في مثلا الشيشان يقترب من 75%، في داغستان حوالي 70%، وإلى آخره من هذه الجمهوريات الإسلامية. وأيضا في أقصى روسيا يعني في سيبيريا هناك وصلت ربما إلى 80% نسبة الإقبال. المؤشر المهم جدا جدا أيضا في هذه المسألة وهو الإقبال الضعيف جدا في العاصمتين في موسكو وفي سان بطرسبورغ. في موسكو بالكاد ستصل هذه النسبة إلى 25%، وفي بطرسبورغ حتى أقل من ذلك حوالي 20%. طبعا هذا مؤشر مقلق بالنسبة للسلطات في روسيا، لأن موسكو وبطرسبورغ من حيث الكثافة السكانية تشكلان العمود الفقري للمجتمع الروسي، ويعني الخمول في هاتين المدينتين في هاتين العاصمتين هو مؤشر سلبي حقيقة للسلطة في روسيا. لكن مع ذلك هذا أيضا مهم أن في المناطق الأخرى هناك إقبال كبير، وهذا يعني أن السايكولوجيا بالنسبة للناخب الروسي تغيرت. المهم في كل ذلك أنه الخروقات التي سجلت حتى الآن هي خروقات طفيفة ولا يمكن أن تؤثر بشكل عام على نتيجة الانتخابات. طبعا إذا عدنا إلى التوقعات والاستطلاعات فبلا شك الرئيس الروسي سيحظى من خلال هذه الانتخابات بدعم مكافئ للدعم الذي يتمتع به، حيث هو يتمتع بأكثر من 80% من يعني مؤشر شعبيته يزيد على 80%، وهذه الانتخابات تكرس كون الرئيس بوتين هو الزعيم الأوحد لروسيا. شكرا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا من العاصمة الروسية. وصف وزير الداخلية الهندي باكستان بأنها دولة إرهابية يجب تصنيفها هكذا وعزلها، ويأتي ذلك بعد مقتل 17 جنديا وإصابة آخرين في هجوم مسلح على مقر فرقة تابعة للجيش في منطقة كشمير شمال الهند، وقيام وحدات من الجيش بتصفية 4 متشددين كانوا قد اخترقوا أو اخترقوا مقر الفرقة قرب خط التماس مع باكستان. ومع هذا الموضوع نصل إلى ختام هذه النشرة، لأن نعيد تذكير بعناوينها. الطائرات السورية تقصف داعش في السردة بدير الزور، ومضادات الجيش السوري تستهدف طائرات استطلاع أمريكية في المكان. ولن يحل طالما أن هناك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بالتستر على من هو إرهابي وتسميته معارضة مسلحة معتدلة. الجعفري الميادين، لا حل في سوريا ما دامت واشنطن تتستر على الإرهابيين وتسميهم معارضة معتدلة. مصادر للميادين تؤكد مسح طائرة تجسس أمريكية للسواحل اللبنانية والسورية على مدى 3 أسابيع.
داعش يعلن مسؤوليته عن اعتداء مينيسوتا الذي أدى إلى جرح 8 أشخاص طعنا. مصادر الميادين تؤكد رفض السعودية التصريح لطائرة وفد صنعاء بالعودة من مسقط بعد رفضه طلبا أمميا لإخلاء المسؤولية. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net والموقع بالإسبانية. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.